معلش، أنا سعيدة جدا أن يكون معانا النهاردة فقرة أولادنا في المهجر ومواهب أولادنا في المهجر. شاب صغير جميل كده من كندا، من المصريين الناجحين واللي نفتخر بيهم في كل مكان، وراجي مساك عمره 15 سنة. أهلا بيك يا راجي معانا النهاردة برنامج كنيستي في المهجر. أهلا بيكي تورجينا، المتشرف أن أكون مع حضرتك. وانا اكتر فرحانه بيك، ولما بشوف حتى السي في كده وسنك صغير ببقى ايه بقى، يعني مبسوطه بيك جدا جدا، يعني so proud of you. راجي ميساك عنده 15 سنه وبيحب العمل في مجال الاضاءه المسرحيه والكنسيه، وبيعتبر مصمم اضاءه محترف في كندا. اشتغل رغم ان سنه صغير في اكبر المسرحيات الكنسيه في تورونتو، وبالاضافه انه اشتغل في مسرح جامعه تورنتو هو الأقدم في كندا، بالإضافة كمان إنه مصور فوتو وفيديو محترف بيصور فعاليات رسمية في كندا. برافو يا راجل، أنا يعني so proud يعني. واشترك في مهرجان رسمي للحضارة والتراث المصري في أونتاريو برعاية القنصلية العامة المصرية، وبيشارك في حملات المرشحين السياسيين من أصول مصرية وعربية بالبرلمان. كمان راجل، حاجة بقى اللي محدش يعرفها، إنه كمان من خلال أشهر مجلة عالمية متخصصة مرشح انه يكون واحد من اصغر 3 مصممين في مجال الاضاءه في العالم كله، يعني وبعدين كل ده يعني قفلت علينا. أنا متشرف جدا، شكرا جدا على المقدمة الجميلة دي. لا احنا فخورين بيك جدا، وعندي كذا سؤال في دماغي عايزه اساله لك. طيب يعني انت الاول سنك صغير جدا، يعني على كل المواهب دي اللي ربنا قدها لك الجميله دي، إيه اللي خلاك تختار المجال الإضاءة أو تصميم الإضاءة؟ بالنسبة لي الفن ده كان واحد من أغرب الفنون اللي أنا شفتها، فن في تقريبا كل الفنون التانية. أنا كأني رسام بستعمل الألوان والحاجات دي في الإضاءة، كأني ممثل إزاي بحرك كل individual fixture و equipment، وكأني مخرج إن أنا بكوريوغراف وبمشي كل حاجة مع بعض. ودي آرت. أنا عمري ما كنت كويس في الرسم، لكن دي حاجة حلوة أنا لاحظت إن أنا كنت كويس فيها فقلت أجربها. جربت من حوالي 6 سنين في كنيسة كده كبيرة جدا، ومشيت ورا حد سنة جابت سنة من انترست، وفي الآخر بعديها ب6 سنين أنا دلوقتي شغال في واحدة من أكبر الكنائس في تورونتو، وواحدة دلوقتي أنا البيرسونال لايتنج ديزاينر بتاع كنيسة ضخمة وورلد وايد في الكامبس بتاعها في تورونتو اللي هو أكبر كامبس بالنسبة لهم. فهي حاجات كده يعني كلها تدبير ربنا، لكن ربنا دايما البلانز بتاعته حلوة. قولينا يا راجل، ايه دور مصمم الإضاءة؟ الناس كتير مش فاهمين يعني ايه كلمة مصمم لايتنج ديزاينر، يعني ايه الكلمة دي في المسارح وفي العروض الكبيرة؟ الناس كتيرة بتفتكر لما أنا أقول كلمة ديزاينر حد بس مجرد بيختار ألوان، لكن ما فيش حاجة أبعد من حقيقة. أنا دلوقتي كلايتنج ديزاينر في مسرحية مثلا، أنا بستعمل التولز بتاعتي، البليسمنت بتاعت التولز والتولز دي هستعملها إمتى. فور إكزامبل الكونسول اللي أنا عايزه أقف فرونت أوف هاوس يبقى نوعه إيه؟ وات كايند أوف فيكستشرز أي يوز؟ البليسمنت بتاعتها لو هي أنواع مثلا ليكوز وير إتس فوكس، والألوان وكل الحاجات دي. أنا بستعمل كل التولز دي عشان أنا أحكي الحكاية بالظبط زي المخرج، زي الكاتب، أو زي الممثل، لكن بتويست. دول كلهم يحكوا لك الحكاية كده، أو بيمثل الحكاية كده قدامي من غير ما يبقى فيها أي حاجة سايكولوجيكال، لكن كل الحاجات السايكولوجيكال تبقى شغل أنا. أنا بديك انفورميشن أنت ما تعرفش إن أنا بديها لك. مثلا أنا بقول لك تبص فين، أنا بقول لك إيه الإيموشنز اللي تطلع. مثلا استعمل لون احمر على المسرح تخاف، استعمل لون ابيض او اصفر والمسرح كله منور تفرح وتهدى وما تكونش خايف. انا بديركت كل الايموشنز، كل الفيلينجز، وبديركت انت بتبص فين. فان سمري انا بستعمل التولز بتاعتي عشان اقول لك حاجات ديتيلز هي مش متقاله لكن انت تعرفها. حاجة جميلة قوي قوي فعلا، الإضاءة ليها تأثير قوي قوي على الواحد فينا، يعني بتغير المود زي ما بتقول بتاع الواحد. احكي لنا بدايتك كانت ازاي في عالم الإضاءة، ايه وتصميم إضاءة المسرحيات الكنسية والفنية، امتى كانت البداية، امتى حسيت ان انت you are talented يعني وعايز تعمل بقى؟ أنا وأنا صغير من حوالي 6 سنين كان لي الشرف إن أنا أشتغل في واحدة من أكبر مسرحيات مسرحية في نورث أمريكا، هي في تورونتو. الحاجة اللي حصلت إن أنا كنت دخلت كممثل عادي، لكن دلوقتي لما رحت التدريبات
شفت راجل كده قاعد على جهاز ضخم، حاجة مرعبة to be honest يعني، وبيعمل حاجات مناظر جميلة جدا بالإضاءة. أنا كنت ببص وأقول واو، وأنا عندي 9 سنين يعني، حاجة رهيبة. كنت I was very interested لدرجة إن أنا حتى في التدريبات السينز اللي أنا مش فيها كنت أروح وأقف وراه وأتفرج هو بيعمل إيه، لغاية مرة ورا مرة ويوم ورا يوم هو لاحظني، فقام قال لي وعمال يشرح لي الحاجات بقى، حاجات صغيرة، دي بتعمل إيه، دي بتعمل إيه، دي بتعمل إيه. بعد ما المسرحية دي خلصت وعدت، أنا ابتديت أبقى سيلف تاوت، أتفرج فيديوهات على اليوتيوب، أنزل سوفت ويرز في البيت، أتعلمها، أغلط وأنجح وأعمل حاجات كتيرة، لغاية زي ما أنا قلت سنة جابت سنة. ودلوقتي بسبب نفس اللايتنج ديزاينر ده، أنا دلوقتي أقدر أبقى لايتنج ديزاينر في كنايس كبيرة وأخدم الله بالتالنتس اللي هو تاني. جميل قوي قوي قوي. انت دلوقتي بتشتغل فين دلوقتي؟ بتخدم فين حاليا؟ حاليا أنا بخدم في كنيسة اسمها Catch the Fire، كنيسة worldwide عندهم campuses في كل حتة، في كندا، في أمريكا، في اليابان، حتى في أستراليا، حاجة worldwide. أنا بشتغل كلايتنج ديزاينر في أكبر campus عندهم اللي هو في تورونتو، وطبعا الكنيسة بتعمل واحدة من أكبر المسرحيات في نورث أمريكا، أكبر المسرحيات مسيحية، طبعا بشتغل كلايتنج ديزاينر هناك. انا كمان الاول مبسوطة انك انت بتتكلم عربي حلو، يعني دي قليل لما بنشوفها في اولاد المهجر. مين بقى علمك عربي، ولا انت جيت سنك اكبر شوية؟ يعني احكي لنا كده. من ناحية العربي أنا أقول جدتي، مامة بابايا، لأن هي كانت دايماً تقعد جنبي وتحفظني العربي. أي نعم أوكي، أنا ما بعرفش أكتب وأقرأ عربي يعني بسرعة، لكن هي دايماً كانت بتعلمني، وأنا يعني أنا بحبها جداً ودايماً بشكرها كل مرة أشوفها على الحكاية دي. مين اللي ساعدك وشجعك وشجع موهبتك عشان تبقى متميز في المجال ده؟ أنا عن نفسي أقدر أقول بكل confidence إن بابايا هو ساعدني. أو بابايا ملوش أي علاقة بالمجال ده، بابايا مستشار هجرة كندي، ملوش أي علاقة بالفن ولا المسارح ولا أي حاجة. لكن بابايا قال لي راجل أنت عايز تطلع إيه لما تكبر؟ قلت له لايتنج ديزاينر أو مخرج، مش عارف إيه اللي في دماغي. فقام قال لي أوكي أنا هساعدك تطلع حكاية. شجعني قال لي أنت ما عندكش لامتس والحاجات دي. أنا كنت فاكره بيشتغل على إن هو يطلعني حاجة كده لما أكون عندي 30 40 سنة، لكن ما كنتش اعرف ان هو بيشغلني عشان ابقى لايتنج ديزاينر وانا عندي 15 سنه. طب ده انت لاكي بقى ان بابا كده، لان هو احترم المجال اللي انت انا بتحبه. طبعا اقدر اقول لاكي، ودي يعني انا ما احبش اقول لاكي، انا بحب اقول دي بركه من عند الله. بالظبط كده، بارك ان باباك شايف ان ممكن اب تاني يحس ان دي حاجة كده، يعني ممكن تبقى on the side، ما ينفعش تبقى الحاجة الأساسية، لكن احترم حاجة زي كده فيك وشجعك ووقف جنبك. دي حاجة كويسة ورسالة نقولها لكل بابا وماما بيسمعونا دلوقتي، ايا كانت الموهبة اللي في ابنك او بنتك، شجعها حتى لو من صغره. دي رسالة جميلة جدا. احنا كمان بنشكر بابا راجي كتير جدا، أستاذ عماد، يعني على تعبك فيه ودعمك دايما لابنك. يعني مين اللي حببك في المجال الفني ده عشان كده اخترت تمشي فيه؟ أنا حبيت أشتغل في المجال ده مش من إنسان عادي، أنا حبيت أشتغل في الإضاءة من الله نفسه. ليه؟ إحنا دايماً ما بنقولش حاجات كتير عن الله. إحنا طبعاً بنقول إن هو فدانا عمل لنا حاجات كتير وبيحبنا وإحنا بنحبه، لكن حتى لما تبص في الطبيعة وتبص حتى الشمس بتشتغل إزاي، إزاي الشمس النور بتاعها بيطلع إمتى، النور لونه بيتغير في at what time of day، فدي حاجه طبعا inspiring. احنا دايما بنقول عن الله ان هو قدير وان هو بيحبنا وان احنا بنحبه، لكن حاجه احنا بننسى نقولها عليه ان هو احسن lighting designer في الكون. الله، جملة جميلة جدا. طب ليه حسيت إن هو أحسن lighting designer في الكون؟ عمل حاجات هو طبعا الله ف it's expected، لكن عمل حاجات محدش يقدر يحلم بيها. مثلا عندنا الشمس في مسرح، محدش يقدر يحلم ان المسرح كله يبقى منور من سورس واحده بس، محدش يهمه البرايتنس، الحاجات دي محدش يقدر يعملها من سورس واحده بس، والسورس دي حتى الوانها بتتغير مع نفسها. وحتى لما تشوف الشمس، لو انت مثلا في باربيكيو جنب شجره تشوفي الدخان بيطلع البيمز من الشجر، حاجه دافئه يعني، باين ان ربنا عنده فن، فدي حاجه انسبايرنج جدا. حاجة جميلة أوي. إيه حلمك بقى يا راجل نفسك توصل له دلوقتي؟ أنا حلمي يعني طول حياتي من أول ما ابتديت
نفسي ان ربنا يستعملني المندوب، معرفش ازاي، معرفش يعني عايز يستعملني في الاخراج في الاضاءه، لكن نفسي اخرج او اشتغل في الاضاءه مسرحيه كبيره جدا زي مثلا المسرحيات اللي بتتعمل في سايت اند ساوند ثيترز عندكم في امريكا، نفسي اشتغل في حاجه زي دي. لكن انا دايما بقول ان ارادته هي تبقى نمبر 1، اللي هو عايزه هو ده اللي يحصل. طب تقول ايه لأي حد بيسمعك دلوقتي في المهجر وعنده حلم جميل او عنده تالنت معينة كده، تقول له ايه يعني؟ احب اوجه الكلمه دي للناس اللي قدي او اصغر مني. Yes. انا دايما يعني honestly انا لما ببص ورا على حياتي بقول ان انا نفسي ضيعت وديليت حاجات ان بابايا كان حاول بيزقني. فانا لو كنت سمعت كلام بابايا كنت زماني دلوقتي لو عندي 13 سنه ويكون دلوقتي لايتنج ديزاينر في نفس الحجم اللي انا عندي 15 سنه. فاقول حاجتين: ما تخافش من احلامك، ما تخافش وما تحاولش توقف، واسمع كلام بابا وماما عشان دول ناس مهمين. جميل يا روجي، انا عندي بقى سؤالين كده فنيين ناس كتير طلبوا ان انا اسالهم لك. الاضاءه يعني ببساطه كده تتعمل ازاي عشان المكان يبقى شكله احلى او يدي احساس احسن يعني؟ المكان دايما انت لازم تبص على الانتنسيتي واللون، دي اهم حاجتين بتجادج في الايموشنز. يعني مثلا لو انا عايز المكان يبقى هادي وحاجه يعني حاجه كده الواحد يعرف يقعد فيها ويريلاكس، ما احطهاش يعني حاجه برايت جدا واحمر، ما اعملهاش كده. لكن دايما اقول ان الديتيلز هي اكتر حاجه امبورتنت. فمثلا تخلي تستعمل الوان هاديه، الازرق مثلا، البيربل، الماجنتاز، الحاجات دي دايما الحاجات دي بتهدي انتنسيتيز. الفن هو في النور، كل الفن بيطلع من النور، حتى الرسم والنور نفسه فن، يعني حاجتين غير بعض لكن نفس الحاجة. دايما 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 تخلي بالك من الديتيلز، لأن كل الناس لما تبص على اللايتنج ديزاينر يقول لك ده راجل بتاع كهرباء، لكن دي مش حقيقة، ده فن وده لازم تسمع في الديتيلز وتخلي بالك كويس. طب ايه الحاجة اللي بتصورها في دماغك وانت داخل تعمل اضاءة؟ ايه اللي نفسك يوصل للناس يعني وانت داخل تعمل مسرحية في الكنسية مثلا؟ سواء مسرحية كنسية أو مش كنسية، أنا حاجة كرول بالنسبة لي ما أقدرش أخش المسرح وأنا بتفرج مثلا على تدريب، ما ينفعش أخش بأي expectations لأن أنا ما اتفرجتش على المسرحية، أحيانا ما أعرفش المسرح نفسه شكله إيه، وفي حاجات كتير أنا ما أعرفهاش. فأنا دايما بحب إن اللي أنا أتصوره في دماغي البيست كيس سيناريو، وبيست عن التكنيشنز في المكان قالوا لي. لكن أنا بخش بشوف كل حاجة، وأحيانا كل حاجة بتتغير وانسى أما أنا أخش وأتفرج، فما أقدرش يبقى عندي أي expectations. يعني أنا I'm so proud of you، أنا عايزة أقول للسادة المشاهدين كمان إن كان ليك لقاء انترفيو جميل مع زاهي حواس في أنت تقول لنا إمتى بقى وتفاصيله. هو بكل بساطة أنا كان ليا الشرف السنة دي إن أنا أشتغل في شهر التراث والحضارة المصرية في أونتاريو، وكان عليا ان انا اقدم مجموعه من الحلقات. انا قلت لنفسي دي حلقات عن الحضاره المصريه، ما اقدرش اعملها لوحدي. فقلت مين وحلمت كده مين يقدر يساعدني؟ طبعا الدكتور زي حواس طلع في دماغي. فاتواصلنا معاه وبابايا كلمه على طول، وفعلا حصل انترفيو بيني وبينه. علمنا حاجات كتيره جدا، علمنا عن التحنيط، عن اللايف ستايلز، عن الماميز، وعن أسرار الأهرامات، حاجات ما تقدرش حتى تجيبها من جوجل، لازم تجيبها منه نفسه. ودي حاجة أنا اتبسطت جدا، وكل شوية بقدر أبعت له مسجات. هو راجل جميل جدا وراجل دماغه دي ما تقدرش، مليانة نولج، مليانة نولج. لا جميل جدا وحظك حلو وكيب جوين كده، ودايما من مجد اسم ربنا، ودايما تبقى قدوة حلوة لكل الولاد اللي في سنك وحواليك، ودايما تشجعهم وتنصحهم ان هم يهتموا بموهبتهم لأجل خدمة ربنا طبعا وللعمل. ربنا يوفقك في المستقبل ويكون ليك مستقبل جميل وتكسب ان شاء الله المسابقة دي والمرشح ليها، وحتى لو ما كسبتش انت مجرد ان انت ترشحت ليها فانت اوريدي كسبان يعني. Thank you. أنا مبسوطة قوي إن أنت كنت معانا النهاردة، ومبسوطة إن إحنا اتعرفنا بيك، وفخورة بيك جدا جدا روجي. أشكرك جدا يا طنط، أنا ليا الشرف إن أنا أبقى مع حضرتك في البرنامج ده، أنا Thank you. بحب البرنامج ده جدا، حضرتك Thank you يا حبيبي بتدرسي so كويس. much.
thank you, pray for us كده، واحنا هن pray for you كمان، ان ربنا دايما يخليك يعني في مكانك كده دايما زي نور كده وملح الارض يعني. Thank you very much. راجي مساك من كندا، انا بشكرك عشان وجودك معانا النهارده برنامج كنيستي في المهجر، وبشكر اعزائنا المشاهدين على وجودكم معانا النهارده، ونشوفكم في حلقات قادمه بنعمه ربنا، والى اللقاء.